السلام عليكم. تشابه سيناريوهات سقوط صنعاء وإسقاط عدن، إعاقة الدولة وإهانة رمزيتها وعملية إسقاط مؤسساتها. المؤشرات تؤكد احتجاز رئيس الدولة في الرياض، فيما رئيس الحكومة يخوض معركته من عدن منفردا. السؤال الكبير، تحول التحالف من مساند للشرعية إلى مهيمن عليها بمخالفة صريحة للأعراف السياسية والدولية والأخلاقية والقانونية. صورة مكثفة تعيشها للحظات عصيبة عدن، ومن بعدها الدولة واليمنيون كافة. الرئاسة والحكومة وقبلهم الواقع وصفوا ما يجري في عدن بعملية انقلاب كاملة على الشرعية، لكنهم لم يجرؤوا أن يخاطبوا راعي الانقلاب التحالف العربي. المملكة والإمارات اللتان أعلنتا أنهما تتدخلان في اليمن لدعم الشرعية، ها هما اليوم تقومان بنقيض ذلك، بل وتعملان على تقويض الشرعية والقضاء عليها في عاصمتها المؤقتة. بيان التحالف تعامل مع الحكومة الشرعية على أنها طرف في الصراع، وهذا الخطاب ما يزال طريا في ذاكرة اليمنيين حين انقلاب صنعاء من قبل المبعوث الأممي ودول الخليج والدول الراعية الذين كانوا يرددون الإسطوانة نفسها في الوقت الذي كان فيه الحوثيون يلتهمون الدولة ومحافظاتها. لكن التساؤلات التي تطرح نفسها، ما مصلحة الإمارات من دعم انقلاب في الجنوب؟ هل أصبحتا تدعمان خيار الانفصال؟ أين الرئيس هادي وما السيناريوهات المحتملة بعد أحداث عدن الأخيرة؟ ما هي خيارات النخب السياسية والأحزاب وأبناء عدن الذين يريدون دولا مستقرة؟ أخيرا، يتساءل آلاف اليمنيين، لماذا بعد كل هذا لا يطلب الرئيس من الإمارات مغادرة الأراضي اليمنية على الأقل لرفع الغطاء الشرعي عنها؟ أعزائنا المشاهدين، حول هذه الأسئلة ستكون حلقتنا لهذا المساء، ولكن قبل أن نبدأ في النقاش دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. سلموا أيوة، اقتلوا ما ما يسلم، اقتلوا ما. لا استعادة للدولة في عدن وما هو جار تقويضها. لم يعد الزمان في عدن ولم يعد المكان أيضا كما تقول المرويات الغنائية. لم تعد عدن بوصلة اليمن الاتحادي الجديد وعاصمة اليمن المؤقتة، وباتت وفق توقيت الإمارات معبرا مسدودا ونقاطا للتفتيش. ليال موجعة في عدن بالنسبة لليمنيين، وليال مخزية للتحالف العربي الراعي الإقليمي لإسقاط ما تبقى من مؤسسات الدولة الشرعية في عدن التي تم إسقاطها بمال وأسلحة التحالف الذي اكتفى بذر الرماد على العيون في بيان تحدث فيه عن المكونات اليمنية. إنها أحزان بحر العرب أيضا وفوضى السلاح المنفلت الذي ضاعف جراح المدينة التي دارت الحرب الأهلية في رحاها مرات عدة منذ أواخر الثمانينات إلى حرب الصيف، إلى ما يحدث حاليا من حروب أهلية وبينية واجتياح. كانت عدن هي الخاسر الوحيد، وكانت اليمن الخاسر الكبير. بحسب خالد عبد الهادي، قد برهنت عدن مرارا على أن تطويقها بجحافل الغزو أهون من تطويقها بنقاط التفتيش في الهويات. ففي الحالة الأولى احتفظت بعافيتها وقذفت الغازي إلى مزبلة التاريخ، أما في الثانية فلم تعد عدن. تنطلق من ست نقاط. رعاية التحالف العربي لمشروع إسقاط الدولة في عدن أصبح واضحا ومعلنا، ووفق متابعين يشبه إلى حد ما الرعاية الباطنية لإسقاط مشروع الدولة في الشمال، حينما كان رعاة العملية السياسية رعاة للانقلاب عليها بشكل غير معلن، وهو تأكيد المؤكد الذي يقول إن إسقاط الدولة اليمنية يتم بإعاز من خلف الحدود. هو الانكشاف الدبلوماسي إذن، عندما أصبح المال وقود حرب أهلية في مدينة جريحة، وإطلاق الرصاص الحي على صدر لافتة الدولة اليمنية التي تدخل التحالف العربي لاستعادتها، بينما في الواقع حول التحالف العربي الدولة اليمنية إلى ما يشبه حادث سير يخلف ضحايا كل يوم وآخر. الضحايا واحد من ألوية الحماية الرئاسية في عدن، ويبقى سؤال اللحظة الجريحة، هل كان سيحدث ما حدث في عدن لو لم يتم تسليح وتمويل قوات الحزام الأمني من قبل الإمارات التي جددت شرخ الانقسام الجنوبي الجنوبي ووسعت أبواب الجحيم؟
إذا مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بضيف الذي انضم معنا هنا في الاستوديو، الأستاذ خالد الأنسي الناشط السياسي والحقوقي، كما أرحب بضيفي عبر سكايب إبراهيم قعطبي المحلل السياسي من نيويورك. مساء الخير عليكم ضيفي العزيزين أستاذ خالد وأستاذ إبراهيم. إذا أستاذ خالد، دعنا نبدأ مع ضيفنا عبر سكايب الأستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، هلا حدثتنا عن يعني قراءتك حول ما حدث من أحداث أخيرة خاصة اليوم؟ ليست أحداث، هو انقلاب صريح قادته دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا المملكة العربية السعودية. ما حدث في عدن هو نفس السيناريو الذي حصل في صنعاء، وكان بعض المشككين يقولون آنذاك أن الحوثيون أخوان لنا وأنهم دخلوا من أجل إسقاط الجرعة واستعادة الحكومة الشرعية وتطبيق مخرجات الحوار الوطني، وهو نفس السيناريو يتكرر في عدن، ويقولون ان الحرب فقط بين يعني الشريعه انصار الحكومه الشرعيه وايضا المجلس الانتقالي الجنوبي. من في اعتقادي كل المؤشرات تدل ان من قاد انقلاب صنعاء هو نفسه من يقود انقلاب عدن، وهذا يقوض كل الشرعيه. واتضح الان المشروع الإماراتي والسعودي بات واضحا وجليا لكل اليمنيين، فإنهم لم يأتوا من أجل استعادة الشرعية، ولم يأتوا من استعادة من أجل حماية اليمن من الحوثي وصالح، وإنما أتوا من أجل غزو اليمن وتحويل اليمن إلى شعوب ودويلات متصارعة من أجل أن يتسلل تطبيق الأجندة الغربية في اليمن، واحتلال المواقع الاستراتيجية واليمنية والموانئ اليمنية. وهذا واضح، لا تتحرك قوات التحالف العربي بدعم الشرعي في تعز وفي البيضاء وكثير من المناطق، وانما يدعمون القوات التي يسمونها بالمقاومه الجنوبيه للاستيلاء على الموانئ كما يحدث في الحديده، يحركون ساكنا في اي محافظه جنوبيه، وانما يحاولون الاستيلاء على المخزن. اخر نقطه للتحالف العربي من اجل يعني الاستيلاء على الجزر اليمنيه والموانئ وتفكيك نعم. اذا استاذ ابراهيم، اذا السيناريو بهذا الشكل يعني سيناريو مطابق لما حدث في صنعاء، يعني يبرز السؤال الاكبر، يعني ما هو موقف الشرعيه ما يحدث، موقف القوى ايضا؟ هل سيقبل التحالف بانقلاب اخر، رغم انه يعني دفع كلفه الانقلاب الاول الذي ظل عليه متفرجا وربما يعني مناصرا له؟ التحالف من يقود الانقلاب يعني، وهناك سكوت واضح وجلي من قبل الامارات والسعوديه لما يجري في عدن. حسب معلوماتي كل اعضاء الحكومه المتواجدين في السعوديه هواتفهم مغلقه، وهذا دليل واضح انهم منعوا حتى من التعبير عن ارائهم بما يجري في عدن. وهؤلاء يعني الامور اصبحت واضحه ان التحالف العربي ليس ضد الانقلاب، وانما من يقود الانقلاب. اليوم ظهر رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي الزبيدي يتحدث عن دعمه لطارق عفاش، يعني وهو سيناريو جديد يعني بدعم الميليشيات. نسي من قتل دماء او من سفك دماء الجنوبيين صالح ونظامه، والان يدعم اولئك الذين قال انه سيحاربهم وسيمنعهم من دخول الجنوب، وهم يدخلون الجنوب بالسجادات الحمراء. يعني السؤال هنا، اين اليمنيين؟ اين الحكومه الشرعيه التي في الفنادق؟ انا في اعتقادي ان الحكومه الشرعيه قد سقطت ما يجري في الارض منذ الوهله الاولى ومنذ سنوات، مخالفا تماما لمشروع استعاده الشرعيه، اقامه المعسكرات في الجزر اليمنيه وتهجير اليمنيين من جزرهم ومن مناطقهم ومن كثير المحافظات. اذا نظرت الى حتى المعارك العسكريه، المعارك كلها متوقفه جبهة عند الحدود التشطيرية السابقة في مريس على حدود الضالع، في البيضاء، في كثير من المناطق. المنطقة الأخيرة التي حرروها هي شبوة، وحرروها من أجل استعادة قوات صالح إليها ومحاربة الحوثيين منها. لا يتحدثون عن محاربة الحوثي بالمناسبة، لا نسمع أي صوت هذه الأيام بمحاربة الحوثي والمد الإيراني أو غير ذلك التي كانت تتحدث عنه السعودية والإمارات. الآن أصبح مشروعهم في اعتقادي، من كان يؤمن بالمشروع السعودي الإماراتي في اليمن فاليوم هو آخر يوم يجب أن يؤمن به، لأنه نفس المقالة التي كان يرحب بها الحوثيين في صنعاء عندما قالوا هؤلاء أخوانكم وشركائكم، نفس العملية يجب أن لا
أن لا يعني يلتقي المؤمن من جحره مرتين. نعم، إذا دعني أنقل هذه الفكرة أستاذ إبراهيم، شاكرة لك أستاذ إبراهيم قطبي، كنت معنا عبر سكايب من نيويورك، شكرا جزيلا لك. استمعت لضيفنا عبر سكايب أستاذ خالد، يعني انقلاب واضح، ربما هو تحدث عن أن من يقود هذا الانقلاب هو التحالف. ما الدلائل التي تشير إلى أن التحالف هو من يقود هذا الانقلاب برأيك؟ شكرا جزيلا. هو كان المفروض الأخ إبراهيم يجاوب على هذا السؤال، لكن إذا أتينا إلى ما يحدث نجد أن التحالف أساسا السعودية والإمارات دولتين وظيفتها أساسا هي عمل الإنقلابات، فلذلك لما راحت توقف مع الشرعية في اليمن وقفت عكس ما اعتادت عليه، يعني الآن بشكل مختصر كأنها عادت إلى هواياتها القديمة، يعني تعمل انقلاب في تركيا، تعمل انقلاب في سوريا، تعمل انقلاب في ليبيا، يعني تالي هم عادوا للسياق الطبيعي الذي اعتادوا عليه وألفوا عليه. يعني حقة الأمر انقلاب على الشرعية، لما نتكلم انقلاب على الشرعية وبصراحة مسألة سخيفة أنهم ينقلبوا على الشرعية هي موجودة عندهم في الفنادق، بمعنى أنهم يريدوا يحققوا نصر من أكذوبات، يعني انقلبوا على نظام هو موجود لديهم، يعني مقدرهم يخرجوا من الفندق أو من القصور اللي طرحوا فيه وانتهت الشرعية. يعني هذا يدل على مسألة قضية العبثية والسخرية، يعني والانحطاط اللي وصل له التفكير التحالف والتفكير الخليجي، ويوضح أنه معركة التحالف ما هوش المعركة من أجل تحرير اليمن ولا معركة من أجل الدفاع عن الشرعية، وإنما معركة التحالف الأولى هي إجهاض التغيير في اليمن. التحالف عاد للدور الذي كان يمارسه في السابق وهو محاربة الثورة في اليمن والعمل على إجهاض الثورة في اليمن. يعني للأسف على المنظور البعيد الاستراتيجي ما يحدث في اليمن ضد مصلحة دول الخليج إجمالا والسعودية بشكل ربما مباشر. يعني في الانقلاب الأول تضررت السعودية من هذا الانقلاب، وحدث يعني ما حدث، توغل الحوثيين بشكل واضح وأتوا بإيران لمواجهة السعودية. أود أن أسألك أستاذ خالد، يعني حدث ما حدث في عدن من انقلاب حسب توصيف المراقبين والمحللين وكذلك في بيان الرئاسة، ما تفسيرك لهذا الصمت حد الاستلاب من حكومة الشرعية في الرياض، من الوزراء، مستشار الرئيس هادي، من يعني الرئاسة نفسها؟ يعني البيان الذي ظهر بالأمس ربما يعني بالتأكيد اطلعت عليه إشارة إلى أن هناك انقلاب، ولكن لم يشير إلى أي أطراف تدعم هذا الانقلاب. الانقلاب الذي حصل على الشرعية في اليمن هو أساسا حصل في 2014 عندما مولت السعودية والإمارات الرئيس صالح والحوثيين للانقلاب وإسقاط صنعاء تحت ذريعة محاربة الإسلاميين وإسقاط الربيع. هذا الانقلاب الأساسي والباقي فيه كله تفاصيل. على مستوى عدن إذا وصفنا ما حدث في عدن هو انقلاب، فهذا الانقلاب حدث في حقيقة الأمر عندما تم إعلان المجلس الانتقالي. الانقلاب حدث في حقيقة الأمر عندما تم رفض أن تندرج المقاومة تحت إطار الشرعية في عدن. إذا أتينا بعدين للسؤال حول قضية الشرعية ودورها وما يحدث يعني في هذا الأمر، علينا أن نناقش الوضع في حدود ما هي إمكانية الشرعية. يعني الأصل الأساسي نحن نعرف أن هذه الشرعية أساسا هي لم تلجأ للسعودية والتحالف إلا لأنها ضعيفة وتم التمرد عليه والانقلاب، وكنا نقول نحن كيمنيين ان السعوديه استوعبت الدرس وانها نعم يعني وانها يعني ادركت غلطتها صفحة جديدة تريد ان فتحت صفحه جديده نعم. واتى موت الملك عبد الله، ذهاب الملك عبد الله من الحكم واتيان الملك سلمان، فاعتقد ناس كثير. على الصعيد الشخصي كان عندي مخاوف وقلق من البدايه، وربما لم اذهب واتحمس مع تيار من كان يقول شكرا سلمان، وكنت ضد أن يقال شكرا سلمان، وكنت أقول على السعودية أن تقول لنا كيمنيين شكرا لنا، لأن نحن تحملنا أخطائها وما وصلنا إليه هو بسبب أخطائها، وأن عليها أن تريد تعمير اليمن. نعم، عوضا عن تصليح ذلك الخطأ بالانقلاب، لماذا تكرر وتقوم بشيء أسوأ يعني أمام العالم؟ أمام يعني حين تخرج عن إطار ما اتفق عليه من قبل التحالف كعاصفة الحزم وأهداف عاصفة الحزم، يعني نجد انحراف واضح لهذا المسار خارج الأعراف السياسية وخارج الأطر الدولية.
ما الذي تريده بالضبط؟ قبل أن نأتي إلى هذه الفكرة دعينا نكمل الموضوع الشرعي، لأنه هو موضوع مسألة مهم جدا يعني، فبالتالي هي شريعة شرعية ضعيفة يعني أساسا منذ أن وصلت إلى السلطة. يعني علينا أن ندرك هذا الأمر، لم تمكن لا مقدرات الدولة ولا إمكانياتها، بقيت كل المقدرات والإمكانيات بيد علي عبد الله صالح، وبناء على ضغوط السعودية التي أنقذته بالمبادرة الخليجية وأنقذته بترميم وجهه وجسده وإعادة تجميعه بعد محاولة اغتياله في جامع النهدين، والتي أثبتت الأيام أنها كانت محاولة اغتيال داخلية يعني والأحداث اللاحقة. الآن الشرعية هذه واضح أنها أيضا في مجملها كانت شرعية فرضتها السعودية، الرئيس عبد ربه هادي فرضتها السعودية باعتباره نائب علي عبد الله صالح، بن دغر هو من رجالات المؤتمرات وفرضتها السعودية. يعني حتى هذه الشرعية التي يتعلل الآن أن المجلس الإنقلابي ينقلب عليها بسبب فسادها وضعفها هي الشرعية التي فرضتها السعودية، بمعنى يعني أتوا بناس ثم يحرضوا على الإنقلاب عليهم. الذي نريد أن نقوله الآن أين الرئيس عبد ربه هادي؟ لأنه الآن الرئيس عبد ربه هادي يمثل فكرة الدولة، يمثل فكرة المشروعية، قد لا يكون لديه بيده إمكانيات عسكرية، لا لديه إمكانيات مادية، لكن بيده أن يتحدث. يعني أما الآن إما أنه معتقل ورهن الإقامة الجبرية كما كان يقال، وكانت السعودية تكذب، وهذا الأمر لن ينفيه إلا ظهور الرئيس عبد ربه هادي واتخاذه موقف صريح مناقض لما يحدث. بعد ظهوره سنعرف هل الرئيس عبد ربه هادي متورط؟ نعم. بمعنى هل خان اليمن وخان التزاماته أم أنه مفرط بسبب صمته والضغوط وبسبب أنه لم يتحدث؟ في تصريحات سابقة للرئيس عبد ربه هادي قال أنه عندما سكت على ما يحدث في عمران وما حدث في دماج كان بناء على ضغوط من السعودية يعني، وقال أنه حذر الملك عبد الله وقال له إذا سقطت عمران ستسقط صنعاء. نعم. الآن هل سيظهر الرئيس عبد ربه هادي ويقول لنا نفس هذا الكلام؟ نحن الآن لكن يعني هو يعني تحدث بهذا الأمر بعد فوات الأوان، يعني هل سننتظر هو عندما نعم. اسمح لي أستاذ هادي أن ينضم معنا، عفوا أستاذ خالد أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ منصور صالح عضو اللجنة الإعلامية للمجلس الانتقالي من عدن. مساء الخير أستاذ صالح منصور. مساء الخير. أود أن أسمع منك أستاذ منصور، ما هو سقف مطالبكم؟ يعني ما هو مشروع قادة هذه العملية العسكرية التي وصفت بالإنقلابية؟ مساء الخير عليك أستاذ وعلى المشاهدين. بداية أنا أرفض رفضاً قاطعاً وبالمطلق هذا التوصيف بالإنقلاب، هذه تصعيد شعبي، مشروع هدفه كان واضح ودعت إليه قوات المقاومة الجنوبية، والهدف منه كان طرد هذه الحكومة التي عاشت في الأرض فسادا. هنا نتحدث عن سقف مطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، هي ليست جديدة ولا تحتاج للتذكير بها، لكننا نعيد نذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي هدفه الدولة الجنوبية كامل السيادة التي احتلت في العام 94 باحتلال همجي غاشر لم يشهد له رفض كل دول المنطقة مزيد. أنا أستغرب أن أسمع من خالد الآلسي أن يقول أنه الانقلاب بدأ بإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي. في نظر خالد الآلسي وقيادة الإصلاح إعلان المجلس الانتقالي المطوق شعبيا من ملايين الجنوبيين للانقلاب، وأن ذلك المقاومة الجنوبية التي حررت المحافظات الجنوبية في 6 أيام انقلاب، لكن أن يأتي عناصر الإصلاح ووزراء الإصلاح وقارب الإصلاح الذين ثلاثوا غرف قومهم في صنعاء الغربي يتحكموا بعدن وبمصير عدن. نعم. ألا تلاحظ معي أستاذ منصور أن يعني السيناريو يعيد نفسه، يعني نفس إشكالية الحوثي حين كان يتحدث عن الإصلاح وعناصر الإصلاح وأنهم هم من يعني يقودون هذه الحكومة الفاشلة وأنهم يتحدثون باسم الشعب ولأجل المطالب الشعبية، يعني أنتم تكررون نفس السيناريو الذي يحصل، يعني أنتم الآن تريدون إقامة دولة من دولة شرعية، رئاسة جديدة، حكومة شرعية أمام العالم، ما هو تفسيرك؟ أنا أقول أولاً ما وجه المقارنة بين الهوذي كحركة طائفية انقلابية انقلبت على دولة شرعية تقع في إطارها. حين نتحدث عن جنوب نحن نتحدث عن دولة كاملة السيادة، دولة كانت عضو الأمم المتحدة وفي الجامعة العربية، دولة دخلت الوحدة الدينية خالصة وتم الانقلاب عليها. لا وجه للمقارنة بين الهوذي
والجنوب، الجنوب دولة وقاتل وقدم آلاف السواجات سبيل استعادة دولته وضار في هذا الاحتياء. نحن الآن في هذا الحدث حينما نتحدث عن الأحداث الأخيرة هي كانت خيار مر ربط حالة القضاء والحكومة هذه الحكومة الفاسدة هي من اختارت التضحية بخير الشباب الجنوب أكان من المقاومة الجنوبية أو من الحمايه الرئاسية أو الحماية الرئاسية التي يحكم بالدغر وحدة الفاسدين معه. الحكومة هي من ركبها الغرور ودفعت بالناس إلى المهلكة. المقاومة الجنوبية والنقابات والتحرك العمالية والشباب والطلاب أرادوا تصعيدا شعبيا سلميا يبدأ بالتظاهر ويتغير المؤسسات ويتغير الموانئ والمطارات حتى أنقاض هذه الحكومة. نحن نتحدث عن هذا السياسي، تحدثنا عن مطالب، عن مياه، عن كهرباء، عن هاجس، عن معاشات، عن أكل، عن استقرار، عن طرد الفاسدين. وقلنا للرئيس عبد الرب منصور هادي يا فخامة الرئيس أقل هذه الحقوق الفاسدة، كان بإمكاننا أن نقول ترفضها من البداية كامل المشروع. نعم، إذن اسمح لي أستاذ منصور. نعم، اسمح لي أستاذ منصور أن أنقل يعني وجهة نظرك هذه مع لضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ خالد الأنسي. أستاذ خالد، يعني يرفض الأستاذ منصور يعني مقارنة ما يحدث في الجنوب بالحوثيين الطائفيين الانقلابيين الذين يعني كان انقلابا مسلحا عوضا عنهم الذي هم كفاح يعني سلمي منذ 94، مطالبهم واضحة لأجل الشعب، وأنت استمعت لحديثه، ما هو رأيك؟ والله على الصعيد الشخصي أنا أفرق ما بين الحراك الجنوبي السلمي النضالي والذي كنا نرى أنه ثورة 2011 امتداد له، وما بين الحراك الإيراني العفاشي الذي يخدم أجندة إيران ويخدم أجندة عفاش ويستهدف إلى إعادة نظام عفاش إلى الحكم. يعني الآن يتحدث حول طرط بن دغر وهادي ويريد يعيد طارق، يعني يعيد طارق عفاش الذي قتل الجنوبيين وقتل الشماليين، يريد إعادة نظام علي عبد الله صالح. هذا نوع من الهزلية فعلا، الدراما. كيف تتحدث عن حكومة فاسدة لم تمكنها من أن تتواجد في عدن وأن تعمل في عدن وحاربتها وقوضت وجودها وطردت المفلحي على الرغم من النجاحات التي حققها في عدن، إذا هم يتعللوا الآن بن دغر يعني، ومع ذلك تقول أنك تحارب فسادها وتريد أن تعيد نظام عفاش الفاسد الاستبدادي الذي الآن تقول أنه احتلال وأنه انتهك الوحدة وأنه دمر الوحدة. ايضا في نوع من الـ ايضا العبثيه، الحديث حول تحرير عدن في 6 ايام، مثل هذه عبثيه تعلم اللغه الانجليزيه في 6 ايام، حتى الانفلونزا تعالج في اسبوع. يعني الان هذه التفاصيل هي التي تعيدنا الى البدايات الاساسيه، وانه ما حدث في عدن هل كان تحرير ام كان انقاذ لوجود نظام صالح وتغليف نظام صالح. لقد سمعنا بأذاننا عندما تم دخول إلى مقر رئاسة الوزراء في عدن، تعالت صرخات الحوثيين مثلما تعالت في صنعاء، نفس الأساليب، حتى إحراق بيت مهران نفس الأساليب، نفس الأساليب التي يقوم بها الحوثيين. نحن لم ننسى أن عيدروس الزبيدي تربى على أيدي الحرس الثوري، ولم ننسى تصريحاته التي يقول أن ولاءه لإيران. لم ننسى أيضا تصفيق الحراك الإيراني لما قام به الحوثيين من دماج إلى داخل عدن. ومن تناسى ومن يقول أنه تناسى كل ما عمله طارق والآن حول عدن إلى قاعدة عسكرية لطارق صالح وميليشيات الحرس الجمهوري، هو يكذب على الجنوبيين أنه يدافع عنهم. هي شعارات، وسيذوق الجنوبيين الأمرين من ميليشيات إيران التي غلفت بغلاف الحراك، مثل ما ذاق الشماليين الأمرين من ميليشيات إيران التي غلفت بغلاف الحوثيين. نعم، إذن أستاذ منصور، يعني ظهر عيدروس الزبيدي قبل ساعات على إحدى القنوات وتحدث بكل وضوح أنه سيدعم طارق لأجل محاربة الحوثيين طالما أن التحالف يريد ذلك. بدأ يعني من خلال اللقاء أنه مسيرا تماما لما يقوله التحالف أو يصدره التحالف. حديثكم متناقض تماما، يعني تعيدني إلى مربع 94 وإلى الكفاح السلمي ورفضكم لما حدث أيضا من قبل الحوثي الذي انتهك الجنوب، وأيضا ترحبون بالوقوف مع طارق صالح. ما هو يعني كيف يمكن أن تبرر هذا التناقض؟
أعطيني قليلا من الوقت تفضل. أتكلم وسأوضح الصورة تماما. نعم تفضل. ولكن يتحدث خالد الحانفي عن أنه نحن نريد نعيد عفاش نحن من مرة أنفوذ الجنوب منذ عام 2009 يوم ما كان حزب الإصلاح يقول علي عبد الله صالح مرشحنا لا مرشح المؤتمر الشعبي العام، ويوم ما كان يقول الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر أنتي قلني تعرفه ولا أنتي ما تعرفه. علي عبد الله صالح الجنوبيين هم من ركعه وهم من قتل 14 فردا من حراسته في ذات الرصاص يوم. نعم ما الذي يحدث الان يعني؟ نعم انت تحدثني عن الماضي، احدثني عما يحدث الان. تفضل. اقول بالنسبه لايران الجنوبيون هم من مرغ عنها في الاضطراب وهم من طردها من الجنوب، والبث الفارسي نحن من اوقفها، الجنوبيون من اوقفها في الجنوب وهم من اوقفها في الساحل الغربي، وفي تعز هرب الإصلاحيون والشرعيون وتركوا غرف نومهم وتركوا بيوتهم في الشمال إلى عدن يتآمروا على عدن وعلى أهل الجنوب. هذه مثلا حين يتحدث سيادة الرئيس الحافظ الله إدريس قاسم الزبيدي بأنه سيدعم أي قوة في مواجهة المشروع الإيراني الفارسي، فهذا ايضا ياتي ضمن هذا الاتجاه اننا شركاء وخصوم للاتحاد العربي ومع فخامه الرئيس عبد الله منصور هادي حتى انهاء الانقلاب، لكننا ابدا ابدا لن نكون شركاء لحكومه فاسده تتآمر علينا، حكومه تنشغل بالتآمر علينا بدلا عن ان تنشغل بمعركتها الرئيسيه. انا كنت اتوجه بالرجاء والنصيحه الصادقه للأخوة في حزب الإصلاح قيادة وأنصار وإعلام بأن يطردوا من رؤوسهم فكرة المجلس الانتقالي الجنوبي والمقاومة الجنوبية وأن لا ينشغلوا بالجنوب، فالجنوب لم يكن يوما ولن يكون في أي يوم ملكا لهم ولا قضيتهم، الجنوب ملك لأهله وهم الأدرى بمصلحتهم وهم الأقدر على حمايتها. ننصحهم بأن ينشغلوا بمشاكلهم وبالخطر الحقيقي الذي يتهدد هناك في صنعاء والساقي محافظة. يعني أود أن أسألك أستاذ منصور، من هم هؤلاء الإصلاحيين الذين يحكمون؟ نعم من هم هؤلاء الإصلاحيين الذين يحكمون في عدن؟ يعني محافظة لم تتركوه لكي يقوم بأعماله، تتهمون الحكومة بالفساد ولم يتح لها الفرصة للعمل الحقيقي، يعني حتى على مستوى يعني تعلم جيدا ما الذي يقوم بها الحزام الأمني أستاذ منصور يعني وما الذي المحافظ المصلحي الذي تتغنون الآن وتغنى خالد الآنفي دفاعا عنه لم يقل أن المجلس الانتقالي الجنوبي أو الجنوبيون وقفوا في وجهه، وإنما قال وقفتم بحصول محصنة من الفساد يرعاها رئيس الوزراء وذكر بالاسم وقدم استقالته يعني احتجاجا على رئيس الوزراء وقال انه يخطف البصر من العيون ويخطف الماء من الافواه، لم يقل ان مجلس الانتقال الجنوبي هو من وقف في وجهه، المجلس الانتقال الجنوبي شريك صادر مع التحالف وشريك صادر مع رئيس عبد الرب ومطروحات وهو من وقف الى جواره وهو من اعاد من عدن ودافع عنه وهو من اعاد الحكومه لتحكم في عدن. غلطه المجلس المقاومه الجنوبيه وقبل ان يؤسس المجلس الانتقال الجنوبي انها قبلت تحكم الجغر ووفرت لها الحمايه وعلى الحكومه وعلى قيادات الاصلاح وعلى كل من يتباكى اليوم احتجاجا على ما حدث في الامس في اسقاط هذه الحكومه عليه ان يصلي صلاه الشكر من مجلس التغيير الجنوبي وللمقاومه الجنوبيه لانهم تحملوهم اكثر من عادين وهم طاردون الفساد. كان ممكن ان تتقاطع هذه الحكومه ساعتها لو كنا اردنا ان نطيلها فقط بمجرد الاقاله، لكن تم الصبر عليها وبدلا ان تنشغل وان تساعد في حسم المعركه في مواجهه الانقلاب انشغلت ببناء معسكرات وقواعد الارهاب وانشغلت التآبر وفي اعاده انتاج نبوذ الفساد الذي سمي لي هذه المعسكرات استاذ منصور. يعني انت تتحدث الان عن الحكومه الشرعيه يعني المعترف بها دوليا وتصفها بانها اصلاحيه، نفس سيناريو الحوثي يوما ما. استاذ منصور، يعني هل لكم الحق انتم ان تكونوا جماعه مسلحه تحت مسمى الحزام الامني خارج اطار الشرعيه؟ يعني ألا تعد أي جماعة مسلحة خارج إطار الشرعية هي ميليشيا؟ قل لي يعني على أي أساس تدعمكم الإمارات وتحت أي سقف؟
تدعم إمارات الجنوبيون لأنها وجدت فيهم شريك صادق. وجدت فيهم شريك صادق قاتل بصدق وأمانة وخاض حروب وقتل خيرة الرجال. هي لا تتعامل حتى فيهم. حينما تتحدثون عن الشرعية، من هي الشرعية؟ هل هي الشرعية من قاتلت من هربت من صنعاء وتقيم في فنادق الرياض وفي اسطنبول وفي قطر وفي القاهرة؟ أم هي من تقاتل على الأرض وهي من حررت المناطق الجنوب؟ الشرعية شرعية مجلس الانتقال الجنوبي المصوب شعبية من ملايين جنوبيين. هي شرعية المطالبة الجنوبية التي قدمت آلاف الشهداء دفاعا عن الأرض. نعم، شركائها هؤلاء أستاذ منصور، يعني أنتم تقاومونهم الآن، يعني مثلا نايف البكري نعلم أنه كان أحد قادة المقاومة في عدن ولم يعني يتمكن من العودة إلى عدن، يعني بينما عيدروس الزبيدي نعلم أنه كان في الضالع آنذاك. يعني هناك يعني تناقضات واضحة أستاذ منصور فيما تريدونه وفيما تقومون به على أرض الواقع وفيما تقوم به الإمارات أساسا. لا يوجد أي تراقب. المسألة واقعية طبيعية جدا جدا. المقاومة الجنوبية والأخ العزيز والحبيب والصديق العزيز نايف البكري هو أحد قادتها في يوم ما، وفي تلك المرحلة كان قائد وارتفعوا له مثال يوم قدم استقالة من حزب الإصلاح، لأنه كان هناك شكوك حول حزب الإصلاح، والأخ نايف البكري أوقف وجمع نشاطه في تلك المرحلة، وما زال الناس يتذكرون بكل خير. المسألة فيما بعد، بعد الحرارات المقاومة الجنوبية وقدمت آلاف الشهداء، وبعد الأخ القائد عيدروس قاسم الزبيدي هو قائد معركة التحرير أول محافظة في الجنوب، كانت محاصرها الشرعية في داخل الضالع وهي تقاتل حتى تمكن من التحرير وانتقل إلى لحج وحرر كرش وانتقل إلى باقي الجبهات مع اللواء شلال علي شاير وانتقل إلى عدن ولم يكن يجرؤ محافظ لأن تقلد المهام فيها، تقلدها عيدروس قاسم الزبيدي وضحى بالعشرات من الرجال وتعرض لأكثر من 10 محاولات اغتيال بعمليات تورط فيها عناصر إصلاحية في عمليات إرهابية. نعم، أود أن أسألك سؤال أخير أستاذ منصور، يعني أود أن تجيبني بنعم أو لا. أليست هذه المعسكرات التي تسعون لإسقاطها الآن هي من وقفت يوما ما أمام الحوثي وقاومت ويعني كانت جنبا إلى جنب مع المواطن في الجنوب لدحر ميليشيا الحوثي؟ لا خلاف أن الجميع قاتلوا في عدن. مسألة هذه محسومة، الكل قاتلوا حتى تنظيم القاعدة قاتل في عدن. لكن الإشكالية أن هذه المعسكرات بعد أن تحررت من الحوثي تحولت في بعض منها إلى أوتار. هذا ما تصفونها أنتم كما يصفونكم بأنكم تحولتم أستاذ منصور يعني إلى حزام أمني تابع للإمارات، وما تقوم به يعني بشكل واضح ضد الحكومة الشرعية في عدن. عموما شكرا جزيلا لك منصور صالح. هناك تعليقات خاطئة معذرة أستاذية. نعم تفضل. لم أسمع إليك جيدا. لا أقول أنه هناك تعباء خاطئة لجهة الحزام الأمني. الحزام الأمني قوة تحملت على عاتقها حماية الأمن عدن. لماذا سميت حزام أمني؟ لأنها كانت في مسار الحزام الذي أمن عدن يوم ما كانت منهارة ولم يكن أحد يتواجد فيها. إذن هي تمارس مهامها في مشروعية وهي مفوضة من الشعب. وفي الأخير أي مشروعية نحن نتحدث فيها هي المشروعية الشعبية ومن طورهم. نعم أنت تحدثني عن تاريخ قريب جدا للغاية أستاذ منصور، يعني نعلم من هي المعسكرات التي وقفت ضد ميليشيا الحوثي وأنت تصفها الآن بأنها تحولت. عموما شكرا جزيلا لك منصور صالح عضو اللجنة الإعلامية للمجلس الانتقالي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ خالد. أستاذ خالد، يعني إذا أردنا أن نتحدث الآن يعني عن أبرز السيناريوهات التي ستحدث بعد ما حدث، يعني كثير من المراقبين يقولون أن عدن بعد 28 يناير لن تكون كما قبلها، وبالتأكيد ما حدث من محاولة إسقاط للدولة بهذا الشكل كما وصف بانقلاب سيؤول إلى سيناريوهات مختلفة.
هو طبعا دعيني أعلق بشكل سريع على ما ورد في السابق، أنه واضح أن احنا الآن نسمع نفس الخطاب الذي كان يقال في 2014، نفس الإسطوانات ونفس الشعارات ونفس النغمة من ما يدلل على من وراء المشروع يعني. ونحن نعرف أنه المحافظ المفلحي استولى عيدروس الزبيدي على مقر إقامته ولم يسمح له بأن يتم. في فترة عيدروس الزبيدي طفحت عدن بالمجاري، كان المواطن العدني يغرق في عدن بالمجاري، ولو كان هنالك حكم رشيد كان المجلس الانتقالي أو الحراك بيّن هذا الحكم الرشيد في هذا الأمر. المزايدة بتضحية الجنوبيين والحراك الجنوبي، التضحية التي لا أحد ينكرها، هذه غير مقبولة. نحن نعرف أنه عدن سلمت لمن لم يناضلوا، لمن لم يكافحوا. نحن نتذكر إذا عدنا بذاكرتنا إلى الوراء إلى قضية أنه تحررت الضالع في 24 ساعة. الآن نفهم أنه كيف أن الضالع تحررت في 24 ساعة، بمعنى أنه كان هنالك نوع من التلميع وصناعة عيدروس الزبيدي لكي يؤدي هذا الدور. نحن لم ننسى أن عيدروس الزبيدي كان ضابط في القوات الخاصة التي يقودها طارق محمد عبد الله صالح، والآن طارق محمد عبد الله صالح يعترف به كمقاومة ولا يعترف بعبد ربه هادي، هم مع التحالف لأنه قال طارق، لكن ليسوا مع التحالف في شرعية عبد ربه هادي. يتحول عيدروس الزبيدي إلى مرافق وخادم لطارق صالح في عدن، وتتحول عدن إلى معسكرات للحرس الجمهوري، لكن شرعية عبد ربه هادي ومهران القباطي الذي قاتل في عدن ونايف البكري والأئمة الذين تم اغتيالهم، ما يحدث في عدن هو نتيجة لعدد من الخطوات الاغتيالات التي تمت، لعدد من قيادة المقاومة التي لم تكن تخضع للمشروع الإماراتي، إبعاد بعض الألوية بحجة الذهاب لتحرير صعدة وتحرير بعض المناطق. ما حدث في عدن هو إعلان عن ما كان يتم تحت الطاولات. نعم، وبالتالي حتى في سياق حديث الأستاذ منصور هو تحدث عن إسقاط الحكومة بينما هم ذهبوا لإسقاط المعسكرات، كيف تفسر هذا؟ هي طبعا هي نفس قضية إسقاط الجرعة وبإسقاط هو ما يحدث الآن هو إعادة نظام علي عبد الله صالح بصورة مختلفة. يعني الآن السيناريو الذي كان ينفذ في 2014 والذي توقف لفترة من الزمن في عاصفة الحزم تم إعادة استئنافه. أنا قلتها من قبل وأكررها، تم تصفية علي عبد الله صالح لأن علي عبد الله صالح كان بقاؤه معيق لتنفيذ سيناريو المنقذ. تم تصفية علي عبد الله صالح ومن الدائرة المقربة منه، ولبست القضية للحوثيين، وتم لصناعة نجوم وأبطال. يعني التلميع لطارق صالح قبل التصفية بفترة بسيطة، ولياسر العواضي ولعدد من الشخصيات فجأة، والتلميع اللاحق ثم الظهور في عدن. كيف أنت جالس تحاسب لي خالد الآنسي بحرب 94 وبغزو الجنوب وأنا لا كنت جندي ولا غزيتك ولا حاربتك، وتارك طارق عفاش اللي سفك دماء الجنوبيين في 2015 والأطفال والنساء، تحاسب المواطن الشمالي وطردت أصحاب البسطات والباعة المتجولين بذريعة أنهم يتوقع ويحتمل يكونوا خلايا نائمة لعلي عبد الله صالح، وترجع الآن عمار محمد عبد الله صالح من يدير جهاز الأمن القومي وفرق الاغتيالات إلى عدن، وعندما عاد إلى عدن عادت الاغتيالات. هذه نوع من التهريج والمسرحية، يريدوا يضحكوا على الناس، نحن لن نضحك على الناس، لن نصفق للخونة ولن نصفق للقتلة. أبرز السيناريوهات التي تنتظر عدن الآن، عدن هي أنا أقول بالنسبة الذي ينتظر اليمن فيما يتعلق هو في نهاية المطاف الخلاص، لأنه تساقط الأقنعة قبل الخلاص. أستاذ خالد، يعني هناك من يتحدث عن سيناريوهات محتملة أنه إما قبول الشرعية بتغيير الحكومة أو بتغيير أجزاء منها إرضاء للمجلس، ما هيش القضية قضية أو يعني أن يمضي باتجاه رفض ما يطالب به المجلس تماما ويدخل في صراعات قادمة. ما هيش القضية الشرعية، وحتى لو تم كان يقل مثلا في عمران تغيير المحافظ، وإذا تم تغيير المحافظ أنت تم تغيير المحافظ كما يرى وتم إسقاط السيناريو سيتم. نحن أمام استكمال سيناريو إجهاض الثورة، الهدف النهائي لما يحدث في الشمال والجنوب، والحراك الآن هو يقوم يعني ما حدث في 2014 يمارس الآن في 2018 بنسخة جنوبية. يعني أنا أقول الحراكيش هم النسخة الجنوبية للحوافيش، أذرع إيران في الشمال والجنوب تعمل. المتضرر الآن بدرجة واضحة هي اليمن، واليمن قد تضررت، اليمن قد سلمت الميليشيات بسبب السياسة السعودية وبأخطائها، لكن المتضرر على المدى البعيد هي
هي السعودية. السعودية هي تمكن إيران من أن تسيطر على 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 الوضع. يبدو أن هنالك كيف تفسر هذا الأمر أستاذ خالد؟ يعني بينما هي تشكو من حرب إيران لها في الجنوب وبأنها تسلح الميليشيا وهي تسلمها بطريقة غير مباشرة، هل يقال أنه هذا يعني أن هذا الذي قال هذا الذي قال الله عنه تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم؟ يعني هذه مشكلتنا عندما تحكم البلدان من مراهقين، عندما تحكم البلدان من أطفال للأسف. يعني هذا هو العبثية. هم وضعوا أجندتهم محاربة الربيع، الصراع داخل السعودية على العرش وعلى السلطة يبدو أن له دور في هذا الأمر، لكن بمعطيات العقل والواقع يقول أن ما يحدث في اليمن هو تمكين لإيران من أن يكون لها وجود، إذا لم يكن في كل اليمن على الأقل في نصف اليمن. وأنا أقول لك الآن بعد أن يتم ويعد المعسكرات ويتم الاتجاه بعدين إلى الشمال، سيبدأ الحوثيين ينهزموا بنفس الطريقة الدرامية التي انهزموا بها في عدن خلال 6 أيام، ويتم صناعة البطل طارق والبطل أحمد علي عبد الله صالح. يعني السيناريو السابق يتم. السعودية ترى أنه معركة الأساسية إجهاض التغيير في اليمن، إجهاض الثورة، وأنا أقول هي تراهن على الوهم، لأن الثورة ليست ملك أفراد، الثورة في اليمن هي خيار شعبي يعني أساسا، وكان الأولى بها أن تتعايش مع الثورة في اليمن بدلا أن تظل تصارعها. لكن السؤال الآن أين هادي؟ نحن نريد الآن أن يظهر هادي ويحدد موقفه من ما يحدث. إذا كان لدى هادي أدنى حد من الثقة في السعودية يفترض أن يخرج للناس ويقول أن الإمارات غدرت بنا، الإمارات تتآمر علينا، والسعودية موقفها مختلف. إذا كان الطرفين قد غدروا به عليه أن يقول للعالم ذلك. ليس مطلوب من المستحيل أن يقول ذلك وهو يعني بين كنفهم؟ يا سيدتي الآن وسائل التقنية ممكنة، رسالة سكايب، رسالة واتساب صوتية، ما عدفش عذر. إحنا كنا نعذر هادي في العمليات العسكرية، نعذر هادي في المسائل المالية، لكن نعذره في لسانه ونعذره في رسالة فيديو قصيرة يعملها. سعد الحريري اتخذ موقف وكان شجاع وقوي، يعني لم يسلم في الأخير نفسه وبلده للسعودية عندما وجد أن السعودية تعبث لا تدافع. نحن مطلوب من الرئيس عبد ربه هادي الآن أن يخرج إلى الناس ويقول، لأنه الآن اللي حاصل هو شرعيته من الحفاظ على وحدة اليمن، استقرار اليمن، على عدم تحول اليمن إلى بؤرة للميليشيات. إذا فرط في هذه الأشياء إذن هو فرط في شرعيته. لازلنا نراهن على الرئيس عبد ربه هادي، ولا زال ناس كثير يثقون في الرئيس عبد ربه هادي، لكن صمت الرئيس عبد ربه هادي من الآن لم يعد يحسب له. يجب عليه أن يتكلم، يجب عليه أن يضع. كيف يمكن أن يحرر القرار الوطني أستاذ خالد؟ يتحرر القرار الوطني، أول خطوة لتحرر القرار الوطني أن يخرج الرئيس عبد ربه هادي ويقول أن ما حدث في اليمن هو نتيجة للعبث السعودي الإماراتي، ويحمل المجتمع الدولي مسؤولية إعادة الشرعية إلى اليمن وتحرير اليمن. اليمن هي دولة، وسقوط اليمن في مستنقع الميليشيات والفوضى ليس في مصلحة المجتمع الدولي. الآن هو شوف إيش بيقولوا لك، بيقول لك قاتل مع عيدروس الزبيدي قاعدة، يعني أساسا وهو حقيقة الأمر القاعدة هؤلاء تحولوا حزام أمني، وهم الذين وجدناهم قتلوا أمجد ويخطفون الناس بتهم الإلحاد ويقتلون الشباب ويحملون غيرهم، يعني أساسا. إذن ما الذي يحدث؟ يعني الذي يحدث نوع من صناعة الفوضى. الإمارات التي تدعم أبو العباس في تعز وتمكن الأسلحة على الرغم من أنها أعلنته من الجماعات الإرهابية، ما الذي يريد اليمن؟ أن تتحول إلى ليبيا أخرى، تتحول إلى سوريا أخرى؟ نقول لهم ما عاد قدروش، ما عاد قدروش لنا، يعني شات غرقوا. اليمن مختلفة، يعني أنتم شايفين اليمن صغيرة وتعتقدوا أن أنتم ابتلعتوا مصر، يعني وضحكتوا على مصر بكلها أنكم حتقدروا تبتلعوا اليمن. لا، هي دائما هذه الحلقة الأضعف هي تكون دائما الحلقة الأصعب. جاءت لهم فرصة للنجاة حقيقة الأمر بعاصفة الحزب، فحولوها للأسف إلى عاصفة للغباء، وسيسقطوا في غبائهم. أما إحنا باليمن للأسف، السعودية للأسف قد سلمت اليمن وقد حاربت اليمن ولا زالت تحاربنا. الآن المغترب يحارب داخل السعودية، يعني ويحارب اليمني في اليمن. طيب لا تركتونا نعيش ولا خليتوا الآخرين يساعدونا. تتحدث من الوقوف معنا الشرعية وتقول إيران تحارب الشرعية والحوثي حارب الشرعية، وأنت تدعم جماعات تحارب الشرعية وتقبل بالإمارات في التحالف التي تحارب الشرعية، ومنابرك الإعلامية العربية والقنوات والإعلام السعودي والإعلام الخليجي والمال الخليجي يمول من يقف ضد الشرعية. إذن ما أبقيتم لإيران؟ يعني
عند في المستوى الخارجي أصبح الخارج يتعامل مع إيران أنها دولة على الأقل محترمة لا تفرط في من قاتلوا معها. يعني إيران تمسكت ببشار الأسد حتى آخر لحظة، والسعودية غدرت بعبد رب وهادي وهو لديها، يعني غدرت بمن قاتلوا معها، تركت للإمارات أن تصفيهم بالاغتيالات. نعم للأسف يعني هذه مهزلة. أستاذ خالد الأنسي الناشط السياسي والحقوقي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر أيضا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.